بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا اليوم هو يوم الخميس السادس من شهر جماد الأولى عام 1438 هجرية. طبعا كما يعرف الجميع هذا اليوم في المملكة عموما، يعني خاصة المنطقة الشمالية والوسطى وما حولها، الرياح الشمالية باردة جدا وسريعة، ولهذا درجة الحرارة الآن منخفضة والبرد اليوم شديد. طبعا كثير من الناس يرغب أنه يكشت اليومين هذه، يطلع رحلة ويبقى أو تبقى مسألة الهواء مسألة مؤذية ومانعة للكثير من الخروج للنزهة. من الحلول الجيدة لهذه المشكلة أن نختار أماكن جبلية حول الجبال. هذا طبعا الآن خشم، هذه خشوم طويق، طبعا هذا خشم زبيدة، إحدى الخشوم التي تبرز من سلسلة جبال طويق. نستفيد من هذه الجبال في التدري عن الهواء، هذا الشمال الآن الجهة هذه، فنستفيد من الجبال في كسر حدة الهواء. طبعا مسألة الهواء عند الذهاب للنزهة هي أهم ما ينبغي على الإنسان أنه يهتم فيه في اختيار الموقع، لأن الهواء مؤذي جدا إذا كان بارد أو كان غبار أو كان شديد، مؤذي في الجلسة. وبالتالي هذه الأيام يعني من أفضل الخيارات أن تكون النزهة حول أماكن الجبلية. الهواء شمالي طبعا في الخشوم الشمالية هذه تكسر حدة الهواء. طبعا قد يقول البعض ما هي مشكلة، يعني فيه مسألة الخيام، رواقات مثلا، ذرايات للسيارة نفسها تغطي الكفرات والفتحات هذه ونتدربها، هذه حلول جيدة طبعا، لكن تبقى هذه الحلول حل لنفس المكان، يعني الهواء شديد لكن نفس المكان اللي أنا جالس فيه ينكسر فيه الهواء، لكن اختيار الضلعانة والجبال يبقى حل جيد. لماذا وأفضل لماذا؟ لأنه يكسر حدة الهواء في الموقع كامل وليس في مكان الجلسة فقط، فأنت تجلس في مكان الهواء يعني ساكن فيه ومساحة كبيرة جدا، تتحرك تروح تجي على راحتك ولا تأذى من الهواء. الخيام الرواقات لا شك أنها حلول، لكن تبقى حلول في مكان محدد فقط. هذه فائدة أردت تقديمها، ليست سرا، هي معروفة طبعا لكن قد تخفى على البعض. البعض قد يريد أن يستفيد من هذه الإجازة في الخروج للتنزه ويمنعه مسألة الهواء، فاختيار الأماكن الجبلية والتدري بها هو حل مناسب في هذه النزهات. أرجو أن أكون قدمت أنا وابني عبد الرحمن شيئا مفيدا جديدا لكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.